طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، ما زلنا مع سلسلة متابعاتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها على الرغم من كل المحاولات الحكومية للالتفاف على مطالبها، والتي من أبرزها إنهاء العملية السياسية بالكامل، مع التزامن مع ما تناولته بعض المصادر بشأن دخول إيران على خط الأزمة وبالتالي محاولتها الإبقاء على عادل عبد المهدي رئيس الوزراء وترميم الخلافات المتصاعدة بين الكتل السياسية المرتبطة بنظام الحكم في طهران. لمناقشة كل هذه المحاور ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع مرحبا بكم. أهلا بك سيدي الكريم. وأيضا من بغداد الأكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان السلام عليكم. حياك الله أخي العزيز. أهلا بك دكتور. مشاهدينا الكرام فاصل ولنا عودة. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد، نبدأ مع الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور مرحبا بكم من جديد، يعني شلون تابعتوا زيارة شمخاني للعراق وما تم فيها من مباحثات بين شمخاني وأيضا الحكومة الحالية؟ هناك من يرى أن زيارة شمخاني للعراق من أجل تثبيت عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، في حال تم ذلك كيف سيكون رد فعلكم فيما لو حدث ذلك؟ تفضل دكتور. حياك الله أخي العزيز وحيا الضيف والمشاهدين الكرام. مشكلة العراق للأسف الشديد باتت يعني مشكلة مؤذية لكل نفس أبية في العراق، بعد ما كان محاولات إيران التدخل بالشأن العراقي بصيغة غير مباشرة إلى حد معين عبر وساطات وعبر إيحاءات وما شابه ذلك. الآن بدأ اللعب على المكشوف، و المعروف للجميع أن شمخاني ما أتى إلا لأن يفرض مرشحين بعينهم، ولعل أحد يعني أحد هؤلاء المرشحين، بغض النظر عن فرض عاد يعني سواء عبر شمخاني أو عبر البرلمان أو عبر رئيس الجمهورية، موقف الحراك خلال ترشيح هكذا شخصية مرفوض من الأساس، كما هو معروف بثوابت الحراك أن العملية السياسية بألياتها بشخصها بتشريعاتها لابد أن تتغير، إن لم تكن تتغير فيعاد النظر في بترتيباتها تغييرا أو تعديلا جذريا. لذلك نتوقع أن الحراك يبقى على ذات الموقف ويبقى في موقفه رافض للعملية السياسية ولا ترشيح عادل وغيره، سيما أنه عادل قد رفض واطيح به في ظرف لم يكن هناك مشاكل ولم يكن هناك تضحيات من الشرع العراقي. الآن بعد تضحيات وبعد ما ثبت فشل وتردي الوضع المأساوي في العراق، لا يمكن أن يقبل الشارع بعادل عبد المهدي أو سواه من رموز العملية السياسية. إذا هي محاولة لإنتاج القمامة أو تدويرها مرة ثانية، ولكن الشارع ما زال عند ثوابته لن يقبل بما يخطط له على الساحة وينفذ. طيب دكتور يرجى أن تبقى معنا، سأذهب إلى الدكتور رافع. دكتور نبقى في نفس الموضوع، شمخاني جاء إلى بغداد في ظل أزمة سياسية تعصب بالعملية السياسية. دكتور قحطان يقول بأنه شمخاني جاء العراق وذلك من أجل أن يفرض شخصيات معينة لمنصب رئاسة الوزراء، كيف قرأت هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اولا احييك استاذ محمد واحيي ضيفك اخي الدكتور قحطان. حقيقه ما قال الدكتور قحطان فعلا دقيق ويعني في يعني يصيب الحقيقه. نعم. انهم هم يحاولون اعاده تدوير النفايات مره اخرى. وهذه هي الحقيقه، لكن المضحك في القضيه ربما دعني اقول يعني من زاويه اخرى، انه مقتدى الصدر كان يتحدث عن انه هو في لقاء مع احدى القنوات الفضائيه كان يقول انه انا من عام 2005 لحد الان يعني ما شكلت حكومه الا اني صحيح الا اني كنت طرف بيها ولا انا اتدخل فيها. نعم. ومن الشخصيات اللي اعتقد يعني مقتدى دفاعها للساحه العراقيه بهاء العرجي مثلا، وصل الى نائب رئيس وزراء. نعم. هذه العقليه اللي تمثل التيار الصدري هكذا يقولون. يوم امس كنت اتابع
أحاديث كان يتحدث عن زيارة شمخاني، ماذا قال؟ قال لأنه إحنا فشلنا في العملية السياسية، فشلنا هاي كأحزاب أن نختار رئيس وزراء، لذلك جاءت إيران، جاء شمخاني ليحل الموضوع. تبرير أقل ما يقال عنه سخيف ومعيب ومهين للعراقيين. العذر أقبح من الذنب. نعم، يعني إذا كنتوا أنتوا فاشلين هذا من حق إيران أن تتدخل وأن تفرض رئيس الوزراء اللي تريده. ليش يو العراق ولاية تابعة لإيران لكي تتدخل إيران؟ يعني هل من حق تركيا أن تدز مبعوث الآن لكي يحدد لنا من رئيس الوزراء؟ لو فعل هيش تركيا لم يعني ما قامت الدنيا ولم تقعد. هل يستطيع العراق أن يذهب إلى إيران لإيجاد رئيس إيران مثلا؟ يعني بالمقابل أمريكا هذا اللي هم موجودين قوتيا، أمريكا وإيران هي اللي تحكم العراق وهي اللي تحتل العراق. لو أمريكا بعث بوفد كبير لتثبيت رئيس وزراء، طيب، ماذا كانوا سيقولون؟ موضوع معيب، معيب. تظاهرات في الشارع، طالب وطنها وطالب الاستقلال بالحرية بالسيادة، وأنتم تتحدثون بهذه الطريقة. إذن أنتم عبيد للخارج، لديكم أجندات، وهذه الأجندات وهذا الضابط الخارجي الإيراني كان معطيكم الفرصة أن تختاروا بتوجيهات من عند رئيس الوزراء، فشلتوا فاضطر أن يتدخل اللاعب بنفسه وجاء شمخاني ليختار رئيس الوزراء. طيب، الحديث الآن عن عادل عبد المهدي مرة أخرى. عادل عبد المهدي إذا تذكر أستاذ محمد ويذكر الجميع أنه في 1 تشرين عندما خرجت التظاهرات كانت ضد عادل عبد المهدي وطالبت بإقالته وقيله، ولم يكن في ذلك الوقت هو متهم بدماء الناس، يعني على الأقل بشكل مباشر وبشكل مكشوف لم يكن متهم. لكن بعد 1 تشرين وهو رئيس وزراء هو صار متهم بدماء الناس. صحيح، أكثر من 1000 شهيد قدمت هذه الثورة، 30,000 بين جريح وشهيد ومعوق ومفقود وميليشيات تقتل. إذن هو يده ملوثة بالدم، هو القائد العام القوات المسلحة، هو مسؤول عن 14-17 جهاز أمني، هو المسؤول عن الحشد وغيره والميليشيات وكل ده، هو يدعي هذا. هو يقول أنا القائد العام القوات المسلحة وأنا ما حد يقدر يأتمر إلا بأمري وهكذا يقول هو رئيس الوزراء. إذن هو قائد عملية سياسية وعسكرية وأمنية. صحيح، واقتصادية في البلد. البلد منهار اقتصاديا سياسيا أمنيا من كل النواحي، والناس تقتل في الشوارع. إذن هو متهم، فكيف يمكن للعراقيين أن يوافقوا على شخص يتهمونه ويريدون أن يحيلوا للمحاكم باتهامه بقتل المتظاهرين؟ يعني شو نطوه فرصة راح عدل نفسه ويعني رجع للمسار الصحيح والآن عقبت تم معاقبته لفترة معينة وعاد. ثانيا هو السؤال، هو عادل عبد المهدي خرج من رئاسة الوزراء أم لم يخرج؟ يعني هو بعد رئيس وزراء لو خارج يعني أنا لا أعرف والله على المستوى الشخصي. صحيح، لا أعرف. صحيح، لأن الكتب اللي وقعها يوقع عادل عبد المهدي رئيس الوزراء. صحيح، هل هو رئيس الوزراء؟ هل يستحق هذا العنوان؟ هو ما يستحق هذا العنوان. هو قدم استقالته إلى البرلمان، إذا كان هذا البرلمان يعتبروه مشرعي وتحدثون عنه، والبرلمان وافق على استقالته، فلا دور له. هو الآن يعني مكلف بإدارة مجرد موظف إداري فقط، لكن لا يحمل هذا العنوان، لا يحمل عنوان رئيس الوزراء. هذا عنوان يجب أن يكون بصلاحيات معينة، ها كل الصلاحيات سحبت منه. نعم، كيف يمكن أن يكون رئيس الوزراء وهو قدم استقالته؟ قدم استقالته. نعم، وقبلت استقالته. نعم، فهو رئيس وزراء لو مو رئيس وزراء هذا أنا لا أعرف. يعني حتى في دعوة البرلمان للتصويت على محمد علاوي بعث لنا بكتاب للبرلمان يقول رئيس الوزراء. نعم، كاتب يا عادل عبد المهدي وادعو برلمان. نعم، وهو مو من حقه. بالضبط، يعني بالدستور مالهم يحدد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. رئيس الوزراء مستقيل إذا رئيس الجمهورية، يبدو أنهم ذهبوا إلى رئيس الجمهورية فلم يوافق. طيب، فعادوا وجاءوا بعادل عبد المهدي لكي يوقع الكتاب. طيب، إذن إمكانية عودة عادل عبد المهدي بهذه الطريقة هذه مضحكة، فيها استهزاء بالناس. وإيران عندما جاءت وبعثت شمخاني بهذه الطريقة استهزؤون بالعراقيين. يعني عادة عادل عبد المهدي تحدثون عن نور المالكي، استهزاء بالشعب، ويعاملون الشعب مثل ما يعاملون الشعب عندهم. عندما خرج التظاهرات في إيران قمعوها بالحديد والنار، وهم يعني مستائين إنه هذه القوات العراقية وهذه الميليشيات لم تقمع التظاهرات لحد الآن، لم تستطع. وتوجيهات من خامنئي على المخلصين في العراق أن يزيلوا هذا الشغب ويزيلوا هذه،
من أول يوم التظاهرات نعم. كان خامنئي يحرضهم على نعم إزاحة هذه التظاهرات. فبالتالي يعني مستائين من هذه القضية، لذلك جاءوا لضبط هذه الخلافات داخل ما يسمى البيت الشيعي، يضبطون لك يقدموا رئيس وزراء والعملية تمضي وهذه التظاهرات تسحق وخلاص، ويبقى النظام بالشكل اللي تريده إيران، ويبقى قطار الحكم على سكة العملية السياسية بالشكل الذي العراق طيب. ذاهب إلى الهاوية وخلاص. طيب. دكتور قحطان، يعني عندما يسمي شمخاني رئيس وزراء جديد للعراق، أنتم كمتظاهرين كناشطين في التظاهرات كيف تنظرون إلى إيران بأنها تعيد تدوير القمامة كما تفضلت أنتم بتسمية عادل عبد المهدي الذي هو مسؤول عن الدماء كما ذكر الدكتور رافع عن الدماء التي أسيلت في ساحات الاعتصام في بغداد وبقية المحافظات؟ أنتم كمتظاهرين هل تقبلون بعودة عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء؟ أخي العزيز، بدءا كعراقيين ليس من المنطق أبدا أن يقبل أي عراقي بتنصيب مسؤول عراقي من طرف خارجي. هذا تدخل أساسا سافر بالشأن العراقي، وأنا عن نفسي كعراقي لو يأتي بنموذج الأول في الوجود ما دام يفرض من جهة خارجية فهو مرفوض، لأن فرضه بذاته عبارة عن تدخل وعبارة عن توظيف، وبالنتيجة كل الجهد الذي سيقوم به هو لخدمة من أجلسه على الكرسي. هذه بصيغة عامة. أما بصيغة خاصة، عادل عبد المهدي واحد من أقطاب العملية السياسية الفاشلة، واحد من رموز الفساد، وأضاف على الفساد دم وريق بوجوده كما ذكر زميلي وكما هو معروف للقاصي والداني، فهو المسؤول عن كل الأجهزة الأمنية دون استثناء، وحتى تلك الجماعات التي سميت الطرف الثالث أو القناصين أو المجهولين هو مسؤول عنهم، لأنه هو الجهة المعنية عن استصحاب الأمن والمتابعة المسلحين غير الرسميين. وبالتالي عادل المهدي له ليس مثلبة ومثلبتين وثلاثة، بل هو لابد أن يرفض بكل معنى كلمة الرفض. ليس هو أكثر سوءا من غيره ولا أقل من سوءا، كل سيان في الإساءة، ولكن أن يكون جزء من أساسي من فساد وشخصية فاشلة بسبق الإصرار واعتراف الجميع، وشخصية دامية مدمية للشعب العراقي يتم تنصيرها من قبل جهة خارجية، فهذه سابقة لن يشهدها التاريخ ولن يقبلها أي واعي. هذا واحد. اثنين، كما قلت قبل قليل أن المسألة ليست شخصية لشخصة بقدر ما هي مبدئية لمبدأ اقتنع به الشعب، اقتنع به الثوار، اقتنع به الشهداء. لابد من تغيير حقيقي لعملية سياسية، وبالتالي أي مماطلة، وهم دائما يرانون على المماطلة علهم يتوقعون أن الشعب يجزع ويرجع، أو أن شيء في أفق يبدو لهم ويسعون إليه. فالحالتين لا يمكن أن تكون أبدا، وبالتالي رفض تنصيب عادل أو غير عادل من قبل شمخان أو غير مرفوض، وشمخان يزيد الطين بلة، لأنه إساءة كبيرة للشعب ولكرامة الشعب، وقبول بشخصية يقدم له الولاء من جهة خارجية يعني ضياع القيمة الحقيقية للوطن والمواطنة. وبالتالي لا أتوقع عراقي نزيه شريف يقبل بهذه الآلية، والحراك وأكد الحراك لم ولن لا يقبل لا عادل المهدي القاتل المجرم أيضا السارق، ومعروف في موضوع الزوية وما أدراك ما الزوية، ولا بأي شخص آخر من العملية السياسية. دكتور رافع، المتظاهرين عندما خرجوا رفضوا عادل عبد المهدي، وبالتالي نتيجة الضغط الجماهيري عادل عبد المهدي قدم استقالته، وأنت ذكرت بأنه لا يزال هو يدير دفة الحكم في العراق. عندما تم ترشيح محمد توفيق علاوي أيضا رفض من قبل المتظاهرين، لكن هناك من يعتقد مسألة اختيار عادل عبد المهدي هو فقط للخروج من هذه الأزمة التي تعصب بالعملية السياسية. تعتقد اختيار عادل مرة أخرى، عادل عبد المهدي، سينهي الأزمة في العراق؟ أزمة من؟ الأزمة السياسية، باعتبار أن الأزمة السياسية تخص العملية السياسية. نعم. هم لو بأيديهم لاختاروا أحد الشخصيات هذا الخروج من هذه الأزمة. الأزمة ليست أزمة داخلية، ليست أزمة بالعملية السياسية، الأزمة أزمة عراق، بلد كامل مأزوم، 17 سنة من الخراب والدمار
وضياع السياسات والفقر والخراب والهيمنة الخارجية، استقلال، سيادة مفقودة، أبناء العراق بلا هوية، الوطن ما به هوية جامعة، قضية أخرى، البلد فساد يأكل بكل مفاصلة، أزمة كبيرة. ولذلك طلع الشعب، هناك أزمة وطن، لذلك الشعب كان يطالب بالوطن، طالب نريد وطن. الأزمة ليست أزمة العملية، هم يعتقدون هكذا فكرهم، يعني هاي عقولهم الخاوية، هاي أوهامهم، تصور لهم أن القضية قضية تفاهمات فيما بينهم، العملية السياسية يجب أن تمضي، والشعب لا، يعني لا إلى هم لا يعني لا يعطون أي وزن للشعب. هذه الحقيقة، وهذه هذه الكارثة الكبيرة. يعني حتى بعد 6 أشهر، هذا الشهر السادس من التظاهرات، هم لا ينظرون إلى الشعب ولا ينظرون لهذا المتغير الكبير الذي حصل، لا ينظرون إلى هذا الرقم الصعب الآن الواضح على الساحة العراقية اللي هو الشعب والتظاهرات، لا ينظرون إليه بعين العقل والرؤية الصحيحة. فلذلك يتصرفون كأنها أزمة بالعملية السياسية بإدارة ملفاتهم، وبالتالي ممكن يحلوها، يجي شامخاني، يجي ما أعرف منه، يحلها بينهم والتفاهمات وتمضي القضية. هذه لن تمضي، هذه انتهت. هذه القضية كان ممكن كانت في السابق تحصل هكذا، قبل 21 كانت تحصل هكذا، وحصلت أكثر من مرة، وكان قاسم سليماني يدير هذه الملفات ويرتب هذه الأمور وتنتهي القضية وتمشي بالطريقة اللي يريدوه. لكن الآن القضية اختلفت، لا شمخاني ولا أبو شمخاني يقدر يحل هذا الموضوع، هذا موضوع آخر. الأزمة أزمة وطن. أنت إذا لم يقتنع الشعب بأن الحل والمطالبة تتحقق وما يريده يتحقق، لن تنتهي هذه القضية. اختاروا عادل عبد المهدي، اختاروا نور المالكي، اختاروا ما أعرف منه، ستفشل القضية، ستفشل، والعراق سيذهب إلى كارثة كبيرة. هم لا يعرفون إنه هذا الوضع يثير الشعب، وهذا سيؤدي إلى انفجار كبير، والضحايا ستكون أكثر، وأيامهم ستكون معدودة أكثر، والقضية ستذهب إلى طريق آخر يعني غير مرغوب به، وهذه حقيقة. فبالتالي هم يلعبون بالنقطة الحرجة في حياة كل العراق، ربما في دمار العراق، وهذا لا يمكن أن يقبل. لا توجد حكمة، لا توجد رؤية، لا توجد وطنية تؤهلهم أنه ما وصلنا إليه يكفي، الفساد يكفي، الخراب يكفي، السياسات هذه الضياع، هذه الفوضى يكفي، والشعب يجب أن يأخذ، خلص انتهت. لأنه الآن يجب أن يقام نظام وطني ويقود هؤلاء إلى المحاكم، ويعاقبهم على كل ما ارتكبوه. 17 سنة من الخراب والدمار، ما الذي فعلتوه بالعراق؟ العراق انتهى، قزمت البلد وقزمت شعبه، ووصلت الحالة إلى الشعب 6 أشهر صار له بالشارع. الآن تريدون تعيدون المعادلة صفرية وتعيدون كأن شيئا لم يحصل، كأن قضية عملية سياسية واختيار رئيس وزراء، والقضية تتعلق بأشخاص، إذا ما بدلنا الأشخاص الأمور ستمشي، والقطار سيمضي إلى محطات التالية. ليس القضية بهذا الشكل. دكتور قحطان، المتظاهرون منذ اليوم الأول يعني رفعوا شعار الريد وطن، لكن أريد أركز على شعار آخر، بأنه رفعوا شعار إيران برا برا، بغداد تبقى حرة. تعتقد بأنه نكاية بالمتظاهرين تم إعادة أو طرح مشروع إعادة عادل عبد المهدي؟ إذا تحدثنا عن زيارة شمخاني، هل بقي للعراق سيادة في اختيار رئيس وزراء جديد للعراق؟ وبالتأكيد دلة كبيرة على أن لا سيادة للعراق، وهذه حالة مشخصة من قبل من يملك أبسط وعي في الأمور السياسية وغير السياسية في العراق من 2003، هو صيغورة قوة خارجية أكثر ما هو إرادة داخلية. ولكن في رأينا المتواضع أن مسألة ليست مسألة كيدية بمعناها المجرد، بقدر ما هي عملية أن الحراك الشعبي والثورة الشعبية العراقية كشفت الأمور بصراحة للمجتمع، وبالتالي القوى الفاعلة بالشأن العراقي الخارجية ما عادت بمقدورها أن تعمل من خلف الجدار أو من تحت الطاولة أو خلف الكواليس، أجبرت على أن تكون بالساحة. لو تابعنا المسار العام للتدخل الإيراني بشأن العراقي لوجدنا هناك فيصل يبدأ عندما قال سليماني أنا إيران قالت على أمريكا القادة صفر، لإشارة منا إلى تشخيص رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان
ورئيس الوزراء اللي هم قائمين آليا نعم. أي انتظر، والآن بعد ما انتصروا بحساباتهم جاء دور الشارع العراقي كي يسقط الورقة تامة، قال لا أمريكا ولا واشنطن ولا طهران، وقال بصرع برا إيران برا برا، وبالتالي إيران أمام حالتين، أما انسحابه هذا يعني نهاية إيران، وأما أن تذهب باتجاه تقول أن أنا موجودة بشكل واضح. هذا الوضوح الذي ذهب إليه شمخاني جاء بصوت واضحة، أنا أقرأي شخصي هو الذي سوف يقسم وجود الإيران في العراق. لماذا؟ هم إذا استطاعوا أن يمرروا أي مسمى سيفشل بالتأكيد، وبالتالي أنهم فشلوا بكل المقاييس، وإذا يفشلوا من أن يرشحوا شخص معين إذا هم فشلوا حتى ما بين في داخل أروقة عملائهم الأنزال، ومع عذرا للمستمع الكريم. إذا إيران في الحالتين سواء إن أخفقت في تعيين رئيس وزراء أو أن تعين رئيس وزراء شكلي ويفشل برد شعب عراقي، تعني انتهت إيران فعلا، وبالتالي ليس فقط إيران برا برا بس، لا أكثر من ذلك، أنه فعلا بإذن الله العراق وبغداد إن شاء الله على الاتجاه الصحيح لاستقلال القرار العراقي بإرادة رغم بعد الشارع عن صنع القرار العراقي. إذا القرار بإذن الله سوف لن يصنع من داخل أروقة المنطقة الغبراء بقدر ما يصنع من داخل ساحات العز والكرامة، داخل ساحات الثورة العراقية. دكتور رافع، يعني عادل عبد المهدي اتهم الولايات المتحدة بالضغط على حكومته من أجل أن ينهي علاقته بإيران، هل يمكن القول، هل نفهم من هذه الخطوة أو هذا التصريح أن عادل عبد المهدي بالتالي اختار الخندق الإيراني في ظل هذا الصراع المعلن بين الولايات المتحدة وإيران؟ يعني هم الأقطاب العملية السياسية الموجودين في العملية السياسية ما عندهم غير خيار، إما أن يكونوا مع أمريكا أو مع إيران. مثلا حيدر العبادي اتخذ ولو بشكل إعلامي لو نتحدث اتخذ بأنه يكون بجانب الموقف الأمريكي، هل أن عادل عبد المهدي خلص لابد من أن يختار الخندق الإيراني ويتعامل معه بصفته رئيس وزراء أو غير رئيس وزراء؟ كل الذين جاءوا للحكم هم تبع الولي الفقيه، يعني بغض النظر عن الأسماء، يعني من يحاول أن يناور بالكلام والجمل ويبدو أنه هو يعني منفتح على العالم ومع كل الأطراف كذبة كبيرة. إذا ما تكون إيران موافقة عليه وإيران ما باصمة عليه لا يمكن أن يكون رئيس وزراء، هذه حقيقة، وهذا واقع الحال أثبت أنه التجربة أثبتت طيب. هذا الواقع. فبالتالي عادل عبد المهدي الآن يريد أن يقدم أوراق اعتماد الشمخاني، عندما يتحدث هذا الموضوع يريد أن يقول أنا يعني شديد الولاء لكم. هذه الحقيقة، يعني دافع عن إيران وكان يدافع عن بلده بهذه الطريقة، وأنه إيران تريد، أمريكا أرادت أن تسيء علاقتنا بإيران وتدخل حتى بالملف النووي الذي لا يفهم فيه هو، بالملف النووي خرجت من الملف النووي، دخلنا في قضايا خاصة بأمريكا والصراع الأمريكي الإيراني، ما علاقتك أنت مصايب بلدك كثيرة والكوارث اللي بلدك كثيرة، وأنتوا جبتوا الكوارث كلها على العراقيين، فيعني تهتم بكوارثك بدل ما تحكينا بالسياسة الخارجية ورؤيتك العامة للعلاقات الأمريكية الإيرانية، خليها للإيرانيين. يعني هم يشوفون علاقاتهم شلون رايحة ويا إيران وشلون رايحة ويا أمريكا وشلون صراعهم هم، شنو دخلك؟ وانتوا تقولون في نفس الوقت احنا رافضين، وعادل عبد المهدي أكثر مرة يقول احنا رافضين أن نتحول العراق إلى ساحة الصراع. إذا أنت رافض تتحول إلى ساحة الصراع إذا لا تتحدث هذا الحديث، لأنه لا يمكن أن تكون تنحاز أنت إلى طرف معين والطالب الأطراف الأخرى أنه مصر العراق ساحة الصراع وأنت تقول أنا رئيس وزراء. إذن هو يريد أن يقدم أوراق اعتماده الشمخاني، يقول له أنا ما زلت في وفائي وتفاني من أجل الجمهورية الإسلامية. هذه آية حقيقة، هذا اللي راد يقوله. بالتالي هم يختاروه أو ما يختاروه، هم يريدون أن يختاروا واحد من بطانتهم، وكلهم من بطانتهم. هم يريدون أن يسقطوا خيار الشعب العراقي. يتحدثون أنه نحن مع الديمقراطية والشعب العراقي احنا متونسين، الشمخاني أيضا يتحدث بهذا الكلام، لكن كله كذب، مثل اللي يتحدثون مجلس النواب وبالحكومة نفس الكلام. نفس الكلام الكذب بالادعاءات. هم في نفس الوقت ميليشياتهم الإيرانية تقتل بالشعب وتقتل بالمتظاهرين وتتهمهم وتقولهم أنتوا جواكر وأنتوا مدري عملاء وما عرفونه، ود السفارات وبنات السفارات بهذه الطريقة يتعاملون وياهم.
فاذا اللعبه واضحه ومكشوفه مثل ما قال يعني اخي الدكتور قحطان، اللعبه ما عادت يعني ما عادت في الخفاء وتحت الطاوله، لا واضحه الان على الساحه تجري. يجي شمخاني وش يريد واضح الان، اللعبه مكشوفه جدا والشعب كاشفها، لا تحتاج الى يعني محلل ورؤيه واستخبارات ومعلومات منها، لا واضح هم يتعاملون بشكل واضح الان، واللعبه مكشوفه والصراع مكشوف بين ارادتين، اراده الشعب العراقي واراده هذه الطبقه اللي تابعه لايران. هذه الحقيقه. دكتور قحطان، لو اخذنا تصريح لبهاء الاعرجي رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء الاسبق، يقول زياره الوفد الايراني دليل على فشل الكتل السياسيه باختيار رئيس الوزراء. هذه الزياره وهذا التصريح من بهاء الاعرجي الا يؤكد يعني ان القرار خلص لم يعد بيد بغداد نهائيا؟ يعني من نوغادي مثلا عمليه الانتخابات لابد ان تؤخذ صك من ايران وبالتالي تمشي العمليه السياسيه، تعتقد ذلك دكتور قحطان؟ صارت المساله كما تفضل به الدكتور رافع بانه المساله اصبحت واضحه وعلى عينك يا تاجر؟ بالتاكيد واضحه وعلى عينك يا تاجر، ولكن انا احب اصحح تصريح بهاء. نعم. واقول ليس لم يدل على فشل السياسيين مما دعا الى شمخاني ياتي، لا، اقول انهم ليسوا سياسيين ولكن فشل العملاء فيما بينهم لتمرير من هو يتزعم العصابه بين قوسين، وبالتالي هذا اما نتيجه للطمع الشخصي فيما بينهم او لنتيجه الى تدخلات اخرى غير حتى ايرانيه في الشخص، ولكن والسبب الاساسي الفعال اكثر هو حجم الحراك المؤثر سواء على الاحزاب السياسيه المتنفذه حاليا او على امتدادها الاقليميه، وبالتالي مجيء شمخان يدلل على ذني النقاط الثلاثه. اولا هؤلاء المجاميع التابعه لايران عجزت على ان تفكر وان تدبر. اثنين الخلافات البينيه لها اكثر من بعد داخل الجماعات المتنفذه بالشان السياسي. الشيء الثالث الاهم هو ان فعل او التاثير الفاعل للحراك الشعبي بات اكبر من العمليه السياسيه واكثر مما يحاولون ان يظهروا بان لديهم قدره على الفعل والتاثير، وبالتالي جاءت ايران كما قلت قبل قليل، مجيء ايران وهي ستخرج بكل الحالات فاشله وقط وغير مجديه ولن تستطيع ان تثبت حاله من الحالات، وبالتالي يؤكد حتى ايران فشلت بان تدير ملفها بشان العراق السياسي. هذا الفشل في رايي سيتبعها حالتين، احتاج حالات. اولا باذن الله زياده الحراك الشعبي وقوه مضافه للحراك الشعبي، لان كلما تسقط حجه لدى الاطراف في العمليه السياسيه كلما يشتد عود الحراك الشعبي، ودليل على رؤيته الواضحه. الشيء الاخر ان ايران سيذهب في تفكيرها على المستوى الاقليمي ان تقتنع هي قبل غيرها بان نجمها قد افل وان تراجعها سيكون اقرب مما تتصور، لانها غير قادره على ان تسير عملائها في داخل بغداد. الشيء الثالث راح يكون ايضا في رايي الشخصي ان الجانب الامريكي المتصارع مع ايران سيكون ذلك محفزا لدور اكبر للجانب الامريكي، باعتبار ان ايران نزلت بثقلها الكبير المباشر وخرجت بفضيه الوفاض. اذا ستنعكس مساعي شمخاني بالسلب على ايران اكثر بكثير من انعكاسها على زمرها الحاكمه في داخل العراق. طيب دكتور رافع، نطوي صفحه زياره شمخاني، ننتقل الى الموقف الدولي من التظاهرات. تصريح لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي شن هجوما على ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسكارد، واتهمها بعدم الموضوعية والدقة. هي تصدر بيانات يعني دائما تتحدث عن الانتهاكات التي تحدث ضد المتظاهرين السلميين من قبل القوات الحكومية وأيضا الميليشيات. ما هي الموضوعية والدقة التي يريدها حسن الكعبي دكتور؟ يعني ربما يعني دعنا نقول من البداية أن يعني الأمم المتحدة لم تكن موضوعية ولم تكن دقيقة في النظر إلى الوضع العراقي منذ عام 2003 وحتى قبل بالحصار. طيب. لكن على الأقل من عام 2003 من عام احتلاله لحد الآن لم تكن الأمم المتحدة موضوعية
وحقيقية ورؤية صادقة مع الشعب العراقي، لم تراعي الشعب العراقي الحقيقة. وكان كل ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وكأنهم يعني موظفين لدى الحكومة العراقية ويدافعون عن السياسة العراقية أكثر مما يدافع صاحب السياسة نفسه. هذه حقيقة. الآن المتغير، لذلك أنا قلت قبل قليل هؤلاء بلا عقول، عقولهم خاوية، لم يدركوا هذا المتغير الكبير، هذا الرقم الصعب الآن على الساحة اللي هي ثورة الشباب. طيب. هذه ثورة الشباب أجبرت الأمم المتحدة أن تغير سياستها، أن تغير خطابها، أن تغير رؤيتها. يعني بالسخارت أول أيام نزلت إلى التظاهرات في ساحة التحرير، ركبت بالتوك توك وتكلمت كلام غير مقبول. نعم. ووقفت مع الحكومة، ووقفت وكانت تدعو المتظاهرين إلى التسليم للحكومة، وقبلوا بإصلاحات الحكومة، وقبلوا بعديدة. قالت عادل عبد الميدي ما يمتلك عصا سحرية. نعم. للتغيير. نعم. لكن مع مرور الأيام مع ثبات الثورة، مع ثبات الشباب، مع التضحيات الكبيرة، أجبروا الأمم المتحدة وأجبروا العالم كله على أن ينظروا إلى العراق. وهذا اللي أنا أقوله دوما، أنه العراق كان في الظلمة 17 سنة بالظلمة. نعم. هؤلاء الشباب هاي ثورتهم سحبوا العراق إلى تحت الضوء. طيب. وجعلوا العالم كله ينظر إلى الكارثة التي حلت بالعراق من عام 2003 لحد الآن. هذه الحديث عن الديمقراطية والحرية والعراق الجديد والازدهار والدستور والمعرف منه والحرية، كذبة كبيرة، كذبة واضحة المعالم. والعراق بلد منخور. نعم. وإذا العالم تطلع على شعب كله ضد هذه السياسة، والبلد منخور بفقر بأمراضه بمخدراته وبناس عطالة وبعاطلين عن عمل وبمهاجرين وبنازحين. نعم. شعب ممزق. نعم. والبلد بفساد ينخر كل شيء. فبالتالي وصلت إلى الحالة الأمم المتحدة أجبرت على أن تقول جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة. نعم. لكن عندما تقول الأمم المتحدة على سام بسخارت قبل أيام، عندما تقول أنه لا دولة في العراق والميليشيات هي المتحكمة والفساد يضرب أطنابه في كل مكان والشعب يقتل وهناك من يعتدي على الشعب ولم يقدموا قتلة الشعب إلى المحاكم واعتداء على المواطنين، أليس في هذا حقيقة؟ يعني ما الذي يعني هذا واحد من عقول اللي يتفاخر مقتدى الصدر أنه قدمها للعراق، هذا نائب رئيس البرلمان، يعني كيف يفكر؟ ما هي المثلب على هذا الكلام؟ هل العراق عكس ما قالت؟ هل العراق ما بي ميليشيات تقتل الناس؟ هل العراق ما بي فساد؟ هل العراق مو سياسات خراب ودمار؟ هل العراق بي دولة فعلا؟ ما هي هذا اللي قالته؟ ما الذي أزعجه؟ ما الذي أزعجه؟ هي يبان تقول إنه العراق دولة متماسكة وحكومة قوية وشعب هذا شعب خارج عن الطريق. نعم. وهذا الشعب باغي ويجب أن يسحق حتى يرتاح الكعبي ويقول هذا الكلام صحيح ومنطقي، كلام غير. لذلك كل ما يقال هذا الكلام، كل ما تمر أيام تثبت يوما بعد يوم أن الثورة على حق، أن هؤلاء الشباب على حق. هذه التضحيات لن تذهب سدى. نعم. هذه التضحيات اللي قدموها مو عبثا، وهذول اللي خرجوا مو عبثا، هم كانوا يريدون أن يصوروا بالعملية السياسية أن خروجهم عبث، لذلك يحتاجون من بالسخارت مثل ما احتاجوا من كوشنر وغيره قبل كثيرين اللي كانوا يسوون خطابات يمكن يكتبها المالكي وتقرأ بالأمم المتحدة إنه العراق بخير واقتصاده بخير وسياسته بخير، وسنتحدث أكيد عن الاقتصاد اليوم وين وصل. وين وصل؟ هذه الحقيقة لم تقال، واللي أجبر بالسخارت على قول ذلك هو الشعب. هي هذه الثورة. هذه ليست من عندها، يعني ليست هي متبرعة، ليست هي متفضلة على العراقيين وقالت هذا الكلام. لو بيدها لقالت كلام قصائد في مدح هذه الحكومة، قصائد في مدح هذا النظام اللي يحقق لهم كل الأغراض اللي يريدوها، والعراق ذهب إلى الخراب ومرهون لإيران والأمريكا والدنيا. طيب. وشعبه لا يساوي شيئا. هذه الحقيقة. نعم دكتور. فبالتالي ما الذي يزعجه من هذا الخطاب؟ طيب. دكتور قحطان، المتظاهرون مثل ما تفضل به الدكتور رافع يعني نجحوا بإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي بعد أن كان العراق يعيش في الظلمة، سحب البساط من تحت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق، وأصبح موضوع العراق تحت الضوء مثل ما ذكر الدكتور رافع. لكن سؤالي هنا، باعتقادك أنت ناشط التظاهرات، هل أدى المجتمع الدولي ما عليه من واجبات تجاه المتظاهرين؟ كيف ترى ردود فعل المجتمع الدولي تجاه المتظاهرين؟
حبيبي انت حياك الله مره ثانيه. واقول المجتمع الدولي للاسف الشديد لم ياتي او لم يقم بواجبه حيال العراق. فعلى المجتمع الدولي اساسا واجب قانوني واخلاقي كما هو معروف، يعتبر ان المجتمع الدولي كان سببا اساسيا فيما حصل في العراق في 2003، وبالتالي اخلاقيا وقانونيا عليه ان يقوم بواجبه تجاه وحدة البلد، حفاظ على البلد وعلى الشعب وعلى قوانينه وعلى كل ما يخص البلد العراقي. فهي أخفقت ولم تقم المجتمع الدولي بواجبه. المجتمع الدولي يدعي ما يدعي أن ليس هناك جهة معينة للحراك، وبالتالي كمجتمع الدولي يتعامل مع شخوص، يتعامل مع جهات رسمية، وبالتالي هذا الحجة تذهب باتجاه ان المجتمع الدولي لم يكن له منفذ الى حد معين ان يكون فعال في الساحه، هو مقصر. بالمقابل ايضا الشارع الثائر اترك القواعد اللعبه، ولعله في ليله امس في البارح شكل ترتيبه معينه الى اتحاد التنسيقيات لثوره تشرين، وبدات نواه ما يقارب حوالي 15 تنسيقية في بغداد والمحافظات الأخرى، تشكلت هذه الجهة الاتحادية لكي تكون صيغة جمعية للحراك على مستوى داخلي أو خارجي. نعم. بالمقابل أيضا للأسف الشديد بعض القائمين بالعملية السياسية أراد أن يركب هذه الموجة ويدعي أنه يقوم بمهمة اتجاه المجتمع الدولي كما حصل في قناة الشرقية عن طريق الأياد علاوي، أنه يذهب باتجاه رفع معاناة الشعب العراقي ومعاناتهم إلى المجتمع الدولي. نحن أيضا كمتظاهرين وكعراقيين نعي اللعبة ونعي طرق الملتوية لرموز العملية السياسية ليمتطوا العملية، وبالتالي ذلك الشرع يقول للمجتمع الدولي أنت قصرت حقا باتجاه العراق. العراق قدم تضحيات لم يقدمها أي تظاهرة في الدول الأخرى، وكان مستوى تدخلك أوسع بكثير من العراق. الآن العراق نضجت الفكرة لديه وشكل ترتيبة معينة لحالة جمعية تحوي كفاءات وأكاديميين، والعراق ما شاء الله كما هو معروف مليء بالكفاءات، فهناك نقابة المحامين، هناك رقابة الأكاديميين، هناك الناشطون الأكاديميون في الساحات، هناك منتدى النخب والكفاءات العراقي في كفاءات كبيرة، نعم. كلها قادرة أن تقوم بشيء. إذن هي دعوة عبر قناة الطيبة قناتكم، نعم. أن يكون المجتمع الدولي بالتزامه القانوني والأخلاقي تجاه العراق، وأن لا يذهب أو لا يسلك طريقا عن طريق السياسيين الفاشلين المجربين، ولكن عن طريق رجال الحراك ومثقفين العراقيين الذين يملكون الكفاءة الكاملة والأهلية الكاملة ليقام بهكذا مهام. طيب دكتور رافع، قبل قليل ربما عرجت إلى الوضع الاقتصادي، أسعار النفط دون 30 دولار للبرميل، الموازنة موازنة العراق بها عجز 45 مليار دولار، العملية السياسية وقواها وحكومتها هل يعون هذا الوضع الخطير على الدولة وبالتالي على المجتمع العراقي؟ الحقيقة بس فقط تصحيح، يعني هي نعم. قبل انخفاض الأسعار النفط كان العجز بالموازنة قدموها 43 مليار دولار، نعم. الآن انخفض النفط، نعم، وسقط هذا السقوط، نعم. ووصل الآن ربما سعر البرميل الواحد 28 دولار، نعم. 28 دولار، نعم. أقول أنه دائما ما يقال أنه الاقتصاد هو عصب السياسة، نعم. إذن هناك جسد موجود هو الجسد السياسي والاقتصاد يتبعه أو هكذا بيناتهم التعامل، يعني نسخ صاعد ونزل نسخ نازل. لا يمكن أن تكون سياسة مرهونة للخارج، أنت لديك سياسة مرهونة للخارج وعميلة للخارج واقتصادك وطني، لا يمكن. واحد يؤثر بالآخر، نعم. يعني إذا السياسة العامة هي سياسة وطنية فبالتأكيد اقتصادك سيكون اقتصادا وطنيا. من عام 2003 من بداية وجود هذه القوى بالعملية وتأسيس العملية السياسية كان واضح للقوى المناهضة للاحتلال والقوى المناهضة للعملية السياسية أن تنأى بنفسها عن كل هذا الموضوع وتقول أن هؤلاء مجموعة من الفاشلين ولديهم مشروع لتدمير العراق. الدليل واضح جدا، عندما تأتي قوى وتقول أنه العراق سنبني العراق ويزدهر وهي
تلغي الصناعة العراقية وتلغي الزراعة العراقية وتلغي كل التعامل، نعم، ويعود الاقتصاد ريعي للعراق فقط يعتمد على النفط، نعم، نبيع النفط وتأتي الأموال وتدخل عجلة الفساد ويخرب العراق، وهذا ما حصل. العراق طوال هذه السنوات هو اقتصاد ريعي ومرت به أزمات ربما أقل من هذه، لكن أزمات بال 2014 2016 أزمات في انخفاض أسعار النفط وشكلت لديهم كارثة كبيرة وديون كبيرة. الآن العراق مديون أكثر من 230 240 مليار دولار، نعم، وديون أخرى داخلية ومصائب كبيرة. يعني فقط لسد العجز بالموازنات خلال العشر سنوات اللي هم أعطوا الرقم، نعم، 82 مليار و600 مليون دولار فقط لسد العجز بالموازنات من عام 2010 لعام 2019، نعم، عشر سنوات هاي فقط ديون لسد العجز، نعم. الآن العجز 43 قبل الانخفاض، نعم. الآن الانخفاض وصل العجز عندك بحدود 60 مليار دولار، نعم. كيف أنت رواتب الموظفين غير قادر أن توفرها، نعم، نعم. إضافة لهذا 28 دولار أنت هذه جزء من عدها، أكو ديون هذه التراخيص النفط. هذه الشركات من البداية حددت هي تأخذ مبلغ معين، كان 20 دولار بالضبط. تأخذ من، نعم، من المبلغ، يعني أنت تبيع البرميل ب 60 دولار هي تاخذ 20 دولار لها و40 دولار لك، نعم، و40 دولار هذه كلفه استخراج وكلفه تحميل، نعم، تاخذ من عندها، فبالتالي انت ايش قد المبلغ اللي يصفى لك؟ فانت بنتحدث عن 28 دولار وياخذون من عنده حتى لو 10 دولارات اخذها مو 20 دولار، نعم، فانت، نعم، باقي لك 18 دولار وتاخذ الكلفه والتحميل والمعرف منه، بالتالي يصفى لك يجوز 12 دولار او 10 دولارات. قل لي كيف بربك بعد ها كل هذه الموازنات الانفجاريه، كل هذه المليارات 100 مليار و150 مليار الآن غير قادرين أن يوفرون رواتب، رواتب. وين الحديث عن الاستجابة لطلبات الجسم المتظاهرين، المشاريع، الصناعة رح نطورها، الزراعة رح نطورها؟ إذن هناك فشل سياسة لا وجود لسياسة اقتصادية، سياسة، نعم، عامة هي فوضى، نعم، وسياسة اقتصادية غير موجودة، وبالتالي وصلنا إلى هذه الحالة. واحد من يعني من اللجنة المالية البرلمانية، نعم، هذه العقول الكبيرة، نعم، نعم، يقول أملنا الوحيد في أن الكورونا تنتهي. لا أمل لهم، أملنا الوحيد في أن نخلص من هذه الأزمة أن الكورونا تنتهي. ليس لديهم خلايا لحل الأزمة. الحكومات اللي تحترم شعوبها تضع سلسله من الـ من الـ من التوقعات، اذا ما انخفض النفط، اذا ما انخفض ما اعرف من، اذا ما سدت الحدود، اذا ما جاء وباء، وبالتالي لديهم حلول، نعم، حلول اقتصاديه وحلول سياسيه وحلول عسكريه وحلول امنيه في كل الاتجاهات، نعم، وحلول تصل الى خمس ست حلول موجوده امامهم، لا يمكن ان تضعهم في ازمه، نعم، هؤلاء في ازمه والازمه تصل الى الحد الذي يتمنى. اذا ما تروح الكورونا احنا، طيب، الحل الوحيد ان تذهب الكورونا، طيب، اذا نحن ذاهبون الى كارثه كبيره، واهل العراق يجب ان يعرفوا انه الكارثه كبيره وهؤلاء في كارثه، وهم من افلسوا العراق ودمروا العراق واوصلوا العراق الى هذه. لا وجود لوظائف، هذه كذبه، بالضبط، لا وجود للصناعه ولا للزراعه ولا اي تعديلات ولا اي شيء، مجرد تخدير، محاولة للملمة أمورهم، وربما الرواتب في خطر والديون ستقيد العراق أكثر. أكو قصة، يعني أنتقل إلى الدكتور قحطان، يعني تعقيبا وعطفا على كلام الدكتور رافع، بأنه يعني يوم أمس تم الاتصال بأحد الناس اللي طلعوهم تقاعد، وقالت يعني هي امرأة مهندسة، قالت صار لنا شهرين ورا ما طلعونا تقاعد لم نستلم راتب التقاعد، صار لهم شهرين طالعين، نعم، ما استلموا راتب التقاعد بحجة أنه فلوس ماكو بالعراق، هيك قايل لهم فلوس ماكو بالعراق. دكتور قحطان، العراق كما تفضل دكتور رافع يعتمد على النفط في الاقتصاد الذي هو عصب اقتصاد العراق، البترول. هذا وحده، مسألة انخفاض أسعار النفط دون 30 دولار، هذا وحده يحتاج إلى تظاهرات من قبل الشعب العراقي، وذلك من أجل محاسبة الفاسدين. كيف تنظر إلى ذلك دكتور قحطان؟ حبيبي أنا عزز كلام الأخت، إذا كانت الأخت شرين صار ما أعطاها تقاعدي، نعم، أنا أخوكم طلعت على التقاعد وصار ثلاث أشهر لحد الآن المعاملة لم تكتمل في الكلية. متى تكتمل ومتى تذهب إلى التقاعد العام ومتى يتم صرف الراتب؟ هو أنا أستاذ جامعي وأعلامي، ممكن أتحدث في التلفزيون على الموضوع. العراق في مأساة في كل الأشكال.
نعم أؤيد كلامك أن الانخفاض بهذا الطبيعي الحجم يستحق أكثر من تظاهرة، ليس لأن العراق خفض الأسعار العالمية، ولكن لأن الجانب العراقي الرسمي لم يكن قد فكر لحظة واحدة بأي ترتيبة وأي حالة وأي أزمة ممكن أن تحصل في الجانب المالي للعراق، وسيما وأنه هو ريعي، وبالتالي لابد أن يكون هناك تخفيض في هذا الحجم. ولكن للأسف الشديد نقولها للمرة المليون أن المعني بالشارع العراقي من 2003 لم يأتي لكي يبني بلد، جاء لكي يدمر بلد، وبالتالي الديون التي هي الآن معادلاتها عالية وتحققاتها بارتفاع بمعادلة هندسية، والصناعة التي أحملت إلى درجة بحيث لا يمكن هناك أي صناعة في العراق، وكذلك الزراعة وكذلك الدواجن، هي برمجة كاملة من إيران لأن تحيل البلد إلى شبه بلد أشباح مستهلك فقط، لكي تعتاج إيران بصناعتها على أن يكون العراق هو سوقها الأمثل. نعم ويكون دكتور. هو إذن هي ترتيبة تستحق نعم تظاهرات كثيرة وحراك أكبر، وإن شاء الله ليس بعيد هذا عن تفكير رموز الحراك النبلاء العراقيين. نعم الأكاديمي والناشط التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لكم. دكتور بقيت لدي دقيقة، تعتقد أنت ذكرت كورونا قبل قليل، تعتقد قوى السلطة كانت تراهن أو تراهن الآن ومستقبلا على تفريق المتظاهرين بحجة تفشي فيروس كورونا؟ بدقيقة لو سمحت. يعني مراهنتهم هذه خائبة وعقول خاوية، لأن الشعب قال يعني هو منه الأخطر يعني بشكل سريع. نعم الصين بيها 1,300,000,000 مواطن. نعم. لحد الآن كتلة 3,000، صار لشهرين وأكثر من شهرين كتلة 3,000. نعم. إحنا عدد نفوسنا 35,000,000، روح 40,000,000 مثل ما يتحدثون. نعم. لحد الآن قاتلين أكثر من 1,000 بالتظاهرات خلال الشهر، وقتل وجرحى أكثر من 30,000 وبين معوق. فمن الأخطر، الكورونا لو هؤلاء الذين يحكمون العراق؟ نعم. اللي باقوا فلوسه واللي ينخفض النفط ما يعرفون شو يسوون، ورواتب العراقيين وحياتهم كلها معلقة بهم، من الأخطر؟ نعم. الشعب وعى هذه القضية، الكورونا لا تعني شيء، لذلك الكثيرين يكتبون يقولون شعب العراق غريب عجيب، كل العالم خايفة من الكورونا إلا شعب العراق، لأنه من الضيم اللي شافه طبعاً. الضيم اللي يشوفه أكبر من الكورونا، أكبر من هذه المصيبة الكبيرة اللي حلت بالعالم. العالم خايف لأنه مش شايف ضيم، صحيح، شايف رفاهية وشايف استقرار. العراق مش شايف رفاهية واستقرار، يواجه كورونا غريبة عجيبة، يعني أمراض كبيرة جدا سياسية. كورونا من 2003 عندنا دكتور، يعني قضية كبيرة جدا. نعم. فلذلك لا تهم هذا الكورونا، أي كورونا اللي يخاف من عندها، واللي موجودين ذولا التماسيح اللي موجودة وتاكله. نعم. هذه أكثر من الكورونا. طيب دكتور. لذلك المعادلة بين الصين اللي وجدت الكورونا. نعم. وطلعت إنها 1,300,000,000، وبيننا إحنا 35-40,000,000، والعدد اللي قتلته ذولا وقتلته الكورونا معادلة فاشلة حقيقة. الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، شكرا جزيلا دكتور. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.